هذه ساحة نيلسون مانديلا. على ماذا سيحصل محبي كرة القدم المتوجهين لجوهانسبورغ في يونيو القادم؟ أساس هذه غرفة من الأنواع الأربعة المختلفة التي نقترحها. هذه شقة بغرفتي نوم متسعة في الحقيقة لأربعة أشخاص أو ربما أكثر. غرفة مثل هذه يمكن كراؤها بحوالي 258 يورو لليلة الواحدة، ولكن ينبغي على المرء النظر إلى عدد الأشخاص الذين يمكنه إدخالهم إليها، أمر يجعل سعرها أرخص بكثير. مرحبا بكم إلى كاتف جمس بجوهانسبورغ، تعالوا وتحققوا بأنفسكم. آيس كول ستعجبك، ثمنها يورو 51 سنتا. يورو 51 سنتا تستحقها فعلا. الأكل هنا في جوهانسبورغ جيد عموما. الطبق الرئيسي لأربعة أشخاص بالنبيذ يكلف 66 يورو، علما أنه ينتظر منك منح 10% منها بدون إجبار، لكن ينصح بدفعها. جزء كبير من تاريخ جنوب أفريقيا كتب هنا في سويتو. هذا شارع فالاكازي، خلفي يوجد المنزل السابق لنيلسون وويني مانديلا، وفي نهاية الطريق إقامة ديسموند توتو. إذا جئتم إلى سويتو خلال كأس العالم، يمكن إيجاد فنادق توفر غرف وفطور الصباح بسعر يتراوح بين 50 و80 يورو لليلة الواحدة. ما قمنا به دائما في فندق سويتو هو دعوة الناس لزيارة المدينة، خاصة الفضوليين منهم الذين يرغبون اكتشاف تاريخنا، تراثنا وكذا طبخنا. أعتقد أن هناك سببا لأي أجنبي ليكون حذرا بعض الشيء في الوقت الراهن، أن تخطط لزيارتك قبل القدوم إلى جنوب أفريقيا، لأنها ليست فكرة في اللحظات الأخيرة. Subaba, 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 Suba